السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا يا سابع بدرس جديد، هو الدرس رقم 24. أهداف درس اليوم نعرف بالصحابي الجليل ونسرد قصة إسلامه ونعدد مواقف مشرقة ومشرفة من حياته. درس اليوم، الصحابي الجليل خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، هذا هو اسمه، وكنيته أبو سليمان. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الله المسلول، وسوف نتعرف على سبب تسميته أو سبب إعطاء هذا اللقب له من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه في حمص سنة 21 للهجرة. توفي في حمص سنة 21 للهجرة. تعالوا مع بعض نبلش عن قصة إسلامه، كيف أسلم هذا الصحابي الجليل. في سنة 8 للهجرة يا صبايا، بعد صلح الحديبية، خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة العبدري، هذول الاثنين قرروا انهم يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا اسلامهم عند النبي. وهم في الطريق وجدوا عمرو بن العاص رايح لحتى يعلن اسلامه برضه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع هذول الثلاثة وراحوا لحتى يعلنوا اسلامهم. وهون لما لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها، أكثر الناس بحبوهم وغالين عليهم ومهمين، ويعني نحكي شخصيات عظيمة في قريش، هون أجوا لعنا يعني أسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان شايف أنه خالد بن الوليد عنده عقل مستحيل يقوده إلا للخير. هذا يا صبايا هو جواب السؤال الأول. الآن نحكي شوي عن المواقف المشرقة من سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه. في البداية بدي أحكي لكم أنه خالد بن الوليد لم يهزم في معركة واحدة، لم يهزم رضي الله عنه، وهو شارك في الفتوحات، في فتوح العراق والشام في عهد أبو بكر وعمر، وهو كان قائد لجيوش المسلمين في حروب الردة. الموقف الأول المشرق من سيرة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان مثالا للقائد الشجاع الذكي، فهنا استطاع أن يعيد تنظيم صفوف المسلمين وتحقيق الانسحاب الآمن للجيش. خلينا نشوف متى وين كيف صارت هاي الأحداث. لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي في رسالة لملكي بصرى كي يدعوه للإسلام، اعترضه هنا شرحبيل بن عمرو الغساني وقتله. وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جهز جيشا من 3000 مجاهد لقتالهم، أما هم فقد جهزوا 200,000 مقاتل. شوفوا العدد غير متكافئ أبدا. من ضمن هذا 3000 مجاهد، من ضمن هذا الجيش، كان خالد بن الوليد. هذه المعركة حصلت في موقعة مؤتة. مؤتة هي منطقة تقع قرب الكرك جنوب الأردن. وهنا يا صبايا قادت المعركة النبي صلى الله عليه وسلم عين 3 قادة لهذه المعركة: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر الطيار رضي الله عنهم. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: القائد الأول هو زيد، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وإن قتل فجعفر الطيار، وإن قتل فانتخبوا أنتم واختاروا قائدا لكم. وفعلا استشهدوا هؤلاء الثلاثة، ومن استلم القيادة
خالد بن الوليد. كانت المعركة على وشك المسلمين يقتلوا كلهم، لكن خالد بن الوليد أجا بفكرة رائعة. جعل يا صبايا، مش الجيش، رسمت لكم قبلها في إحدى المعارك كيف كان الجيش يكون ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. هنا خالد بن الوليد لما كانت الدنيا ليل حكى لهم: عندي فكرة، انتم مجموعة خليكم ورا مع الأحصنة في الخلف، وظلكم أثيروا الجلبة، يعني حركوا الأحصنة خليها تثير الغبار عشان يسمعوا هؤلاء المشركين، يسمعوا إنه في مدد جاي وفي أعضاء جداد وفي مقاتلين جداد جايين، فزي كأنها حرب نفسية حتى يخافوا. وخلى الجماعة اللي على اليمين ينتقلوا لليسار، واليسار يروحوا لليمين، واللي في الخلف يجوا للأمام، والمقدمة يرجعوا للخلف. وهيك أول ما صحيوا الصبح وشافوهم هؤلاء إنهم وجوه جديدة، ما هو المقدمة بتقاتل المقدمة، الميمنة بتقاتل الميمنة، فتغيرت عليهم الوجوه. وهون فكروا إنه أجاهم مدد جديد وأجاهم جيش جديد، ونجحت هون خطة خالد بن الوليد. وهنا نادى في كل المقاتلين المجاهدين المسلمين بأن يتراجعوا. وهون يا بنات، قادت المشركين هؤلاء ظنوا أنه في خدعة، إن هم بدهم يروحوا عشان هدول يلحقوهم، فمجهزين لهم كمين، تركوهم وما لحقوهم. وهيك استطاع خالد بن الوليد أنه ينجو بالمسلمين اللي كانوا معه، وهيك بيكون هو أعاد تنظيم صفوف المسلمين وحقق انسحاب آمن للجيش من دون خسائر. وهون النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك فتحا من الله سبحانه وتعالى على يد خالد بن الوليد، ووصفه هنا بسيف الله المسلول، لأن النبي كان يقص على المسلمين كل ما يجري في هذا المعركة، فقد أراه الله سبحانه وتعالى كل ما يجري. وكان يقول: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. وهم بدنا نحكي شوي عن جهود المملكة الأردنية الهاشمية في إعمار المقامات الثلاثة، مقامات القادة الثلاثة اللي هم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر الطيار. هذه يا صبايا بيكون جواب السؤال الثاني. خالد بن الوليد إذا لقبه سيف الله المسلول. تعالوا نشوف شو الموقف الثاني. خالد بن الوليد كان مثالا لطاعة الحاكم. لما أمر أبو بكر الصديق أن يترك العراق ويتوجه لمساعدة جيوش المسلمين في فتوحات الشام، فعلا امتثل لأمر أبي بكر الصديق وتحرك نحو الشام. وأول ما وصل لهناك أعاد تنظيم جيوش المسلمين تحت راية واحدة حتى يتمكنوا من مواجهة عدوهم ويتصدوا له. وفعلا كانت هناك معركة اليرموك اللي كانت نتيجتها هزيمة الروم في الشام. المثال الثاني على أنه كان مثال لطاعة الحاكم هو لما قرر عمر بن الخطاب أنه يولي عبيدة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، لما قرر عمر بن الخطاب أنه يولي أبو عبيدة عامر بن الجراح أمير للجيش، يعني قائد للجيش بدل من عمر بن الخطاب، هنا فعلا تقبل هذا الأمر وظل يقاتل في صفوف المسلمين جندي، مش قائد، صار جندي. هذا بيكون جواب سؤال ثلاثة. يعني بقدر ما قرأت عن حياة خالد بن الوليد وعن سيرة خالد بن الوليد وتوسعت أكثر من، يعني برجوكم إنكم تروحوا على جوجل تبحثوا عن خالد بن الوليد أكثر وتعرفوا شخصيته. يعني أنا بحاول أختصر مثل ما الكتاب موجود ومثل ما المطلوب منكم، لكن برجو منكم تقرأوا أكثر عن حياة خالد بن الوليد، لأنه هو شخصية نادرة فعلا، شخصية عسكرية، شخصية صاحب موقف عظيم، شخصية ما كان يخاف. هون وفاة خالد بن الوليد
بعد ما توفي أبو عبيدة عامر بن الجراح، هنا آثر خالد الاستقرار في داره الموجودة كانت في حمص، لأنه أصلاً كان مرض، يعني صابه المرض، وظلوا في بيته لحتى توفي. وهون حكى عبارة، شوفوا كم تدل على شجاعته، كم مع إنه إنسان ما كان يخاف من الموت، وكم كان إنسان يواجه ويقاتل بقوة. كان يقول: لقد شهدت 100 زحف أو زهائها، يعني أو حولها، وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، ما في مكان إلا في ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح. تخيلوا، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي، كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. هذا مثال على الشجاعة، قضى عمره في القتال، وقضى عمره في المعارك، وفي النهاية الموت مكتوب علينا جميعا، لكن كل واحد بده يختار النهاية اللي بيموت فيها. حل الأسئلة حليناها خلال الشرح. الآن بس عندك هنا سؤال 4: السنة التي أسلم فيها خالد بن الوليد 8 للهجرة، اللقب الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول. برجو منكم يا بناتي إنكم تتوسعوا أكثر في حياة خالد بن الوليد، لأنه شخصية بيستحق فعلا إنه نتعلم منه، لأنه حتى الغرب بيعلموا خططه العسكرية في الجيوش عندهم، فحريبنا إحنا إنه يكون قدوة إلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خليكم بالبيت.